عليكم بالخير من جديد مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة طبعا من برنامجكم الرياضي، برنامج خليك وحش اللي يجيكم كل يوم أحد وأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا. وزي ما عودناكم دائما تقدر تسمعونا عن طريق الراديو مباشرة أو تحمل تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور، أو تروحوا مباشرة على الموقع الرئيسي www.alfalfafm.com. تواصلكم معانا لأي سؤال أو استفسار خلال هذه الحلقة راح يكون على 0121 61 61 100 0112 275 85. عبر الاسمس راح تتواصلوا معنا على STC 85 10 40 موبايلي 66 3 0 1 وزين 70 13 13. تقدروا كمان تتواصلوا معنا عن طريق تويتر على ALIF ALIF FM. موضوعنا لليوم في خليك وحش عن أنواع الأجسام والتمارين المناسبة لكل جسم. طبعا تفاصيل كثيرة في حلقتنا لليوم، وحلقتنا اليوم صراحة مميزة لأنه ما فيها كابتن واحد، فيها ما شاء الله كابتنين. فبإذن الله رح تستفيدوا بشكل أكبر وتقدر تطرحوا أسئلة. طبعا أكيد موضوع حلقتنا اليوم أهم شيء ما نطلع عنه. ضيوفنا حلقة اليوم كابتن إبراهيم النونو مساء الخير، وكابتن ماهر عبد الغني مساء عليكم بالخير، كيف الحال؟ الله يمسيك بالخير يا رب. يا هلا فيكم، كيف حالك؟ منورين. انا نورك وحشتين والله، لي فتره لما طلعت في الاذاعه والله. يعني انت اكثر يا كابتن ابراهيم، شكلك انشغلت اخر فتره في ايوه في الجيم وكذا، ايوه في اني اكون وحش بالضبط. فان شاء الله تكون امورك كلها تمام ان شاء الله يا رب. الله يعطيك العافيه. حلو، خلينا بشكل عام الان نتكلم عن موضوع نوع الاجسام. يعني بالنسبه خاصه للتشريح العضلي، ما هي انواع الاجسام؟ طيب تحب تبدأ كابتن؟ تفضل كابتن ماهر، المايك عندك. الله يعطيك العافية. بس يا تقرب على المايك تعلي صوتك. طيب حاضر كده كويس؟ تمام حلو. مساء الخير بس أول على الجميع، شكرا أستاذ سامي على استضافتي في البرنامج، الله يعطيك العافية. بداية أحب أوجه للناس اللي حابة تمارس رياضة أو الناس اللي بتمارس رياضة، في حاجة مهمة لازم يعرفوها اللي هي نوع الجسم أو البادي تيب. طبعا أنت أول ما تعرف نوع جسمك فبيكون سهل عليك أنك تمارس التمارين معينة اللي هي خاصة بجسمك، وتحضر جدول غذائي خاص بنوع جسمك، وتساعدك بأنك تختصر وقت عليك. طبعا اليوم إن شاء الله راح أوضح أنواع الأجسام على حسب التشريح العضلي اللي هي البادي تيب. طبعا أنواع الأجسام اللي هي ثلاثة أنواع، تنقسم ثلاثة أنواع. حلو. أول نوع اللي هو الإندومورف اللي هو بيكون رمزه أو تيب. النوع الثاني اللي هو الميزومورف اللي هو بيكون رمزه الفي تيب. النوع الثالث اللي هو الإكتومورف اللي بيكون رمزه الآي تيب. طبعا هشرح على كل نوع بالتفصيل والسبب العلمي لتسمية هذا النوع، الغذاء اللي لازم يستعمله، التمارين اللي لازم يمارسها. حلو، خلينا نمسكهم بالترتيب. أول نوع أول نوع هيكون الإكتومورف اللي هو الآي تيب. طبعا مواصفات صاحب نوع هذا الجسم، بيكون جسم نحيف، تكوين العظم يكون عنده صغير، الخصر يكون صغير وأكتافه ضيقة. طبعا السبب العلمي اللي هو الغدة الدرقية والجهاز العصبي السمثاوي. قوليها ثلاث مرات ولا هدية. سمثاوي ايش قلت؟ سمثاوي. دحين هتطرق له التفصيل. حسب الحين هخليك تعيدي ثلاث مرات. طبعا هذول بيكونوا متحكمين في الجسم بشكل كامل. الغدة الدرقية هذه نسميها احنا في مديرة الغدد، مديرة الهرمونات، هي مسؤولة عن كل الهرمونات في الجسم في تنظيمها. الجهاز العصبي السمثاوي هتطرق له بعدين، له شرح مفصل. طبعا هذول بيكونوا متحكمين في الجسم اللي هو صاحب مواصفات الإكتومورف اللي هو الآي تيب. الآي تيب التمثيل الغذائي بيكون عند صاحب هذا الجسم جدا عالي، يعني الحرق عنده بيكون جدا عالي. ما يمتن. حلو. فالمعدل الحرق يكون جدا عالي عنده. يأكل كمية كبيرة، سعرات حرارية عالية في اليوم، ووزن ثابت وشكله ثابت ما بيتغير. هذا السبب يرجع لانه هو بيحرق السعرات اللي هو ايوه اللي هو اللي هو نوع الجسم الاكتومور الاي تي. حلو. طبعا نظام الاكل لازم يتبعه صاحب هذا البودي تيب يكون غني عالي بالكربوهيدرات.
عالي بالكربوهيدرات، طبعا الكربوهيدرات الصحيه مش الكربوهيدرات ياكل فريش فرايز ولا المعقد انا أيوة. نقول الكربوهيدرات اللي هي الرز الابيض المسلوق البطاطس يعني هو اكل صحي، بس لازم في الحاله هذه بس عشان يقدر يرفع جسمه للمعدل الطبيعي بالضبط، او يقدر يضبط جسمه بالشيء اللي هو محتاجه بالضبط حسب هنا الفكره. ايوه لانه هو بيكون مره نحيف تقريبا فبيكون جسمه معقد شويه من ناحيه حتى الكثافه العظم عنده ضعيفه جدا. يعني ما نقدر نقول انه الشخص اللي دائما يعني هم بيشوف احيانا بعض الاشخاص بيشوف انه جسمه نحيف بيحس انه هو جاهز انه يلعب دايركت يدخل دايركت كمال الاجسام. لا 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 هذا اكبر غلط، هذا اكبر غلط. في ناس تجي اصابه على طول صح. ايوه في ناس تجيهم اصابه مثلا تلاقي احيانا حتى بتشوف فيديوهات منتشره هو جالس يلعب يده كده تتلوي ولا كتفه يصير فيه اصابه ولا حاجه بسبب انه هو ضعيف جسمانيا. اها ايوه هذه هي الفكره. حلو. طبعا النسب المفروض ياكلها في الوجبه الواحده، دحين الوجبه لنفرض الوجبه مكونه من 100% الصحن هو عباره عن 100%. حلو. ال 55% من الصحن تكون كربوهيدرات. اها 55% تكون كربوهيدرات، 25% تكون بروتين. اها و20% تكون دهون. يعني النسبة الأكبر الكربوهيدرات. النسبة الأكبر المفروض تكون كربوهيدرات. حلو. هذا الدهون بالنسبة الدهون للإكتومار. الدهون الصحية. الدهون الصحية. أيوة. اللي تجي من زيت الزيتون المكسرات. الأفوكادو الحاجات مش الزيوت. مو الرز بس تقولي لي هذا الدهن. والله يعني حسب الواحد كيف هيفكر صراحة. طيب طب حلو خلينا حنكمل بالنسبة لك تفاصيل كل أنواع الأجسام، لكن خلينا نطلع فاصل. أول فاصل مستمعينا من خليك وحش راجعين لكم أكيد. خليكم على السماء. خليك وحش. ومكملين مستمعينا موضوعنا اليوم في برنامج خليك وحش عن انواع الاجسام والتمارين المناسبه لكل جسم. لاي سؤال او استفسار طبعا تواصلوا معنا على 012-61-61-100-011-217-85-85 او راح تشاركونا ايضا على الاس ام اس STC 851040 موبايلي 63-3-1 وزين 70-13-13. طبعا اكيد مره ثانيه ارحب بالكباتن اللي معانا كابتن ماهر وكابتن ابراهيم. يا اهلا وسهلا فيكم. قبل الفاصل كابتن ماهر كنت تتكلم تحديدا عن نوع عن النوع الاول من الاجسام اللي هو الاكتومورف عفوا. فبالنسبه للتمثيل الغذائي تكلمت، كنت كمان وقفت عند نقطه معينه اللي هي أيوه. ما نقدر افتكر تذكرني. ايوه وقفت عند المكملات اللي لازم صحيح. استعملها بالضبط. طبعا انا ما راح اذكر مكمل معين يشتري بس هو مجرد ما يدخل محلات اكستريم نوتريشن راح التيم اللي موجود في المحل راح يحلل الجسم ويعطيه شيء يناسبه. حلو جميل. بالنسبه احنا طبعا اكستريم نوتريشن مسويين تيم مدرب بحيث انه يعرف دي الحاجات ويعطي العميل الشيء المفيد له لناسب في حال كان رجل او سيده يقدر أي شخص. ممتاز. حلو. اي شخص. بالنسبه للنوع الثاني ايضا من الاجسام. طيب لسه بس بتسمحي لو اتكلم عن التمرين أكيد اللي تابع لهذا الجسم. طبعا نرجع نذكر بالاكتومورف اللي هو الاي تيب. نوع التمرين المفروض يكون تمرين باوزان عاليه وتكرارات خفيفه لانه اصلا هو عنده الحرق عالي فما هو محتاج انه يزيد من الحرق عنده في مجهود يبذل مجهود زياده في التمرين. طبعا الاوقات تكون اوقات طويله راحه بين الجلسات يفضل يعني. طبعا هذا النوع من الاجسام يناسب الرياضات اللي يكون فيها مجهود عالي وفي وقت طويل. يعني مثلا صاحب جسم اللي هو الاي تيب المفروض يكون يمارس رياضة يكون عداء او يكون سباح يقدر يتحمل الضغط مسافات طويلة على جسمه. طبعا قوة التحمل يكون عنده عالي، لياقة عالية والحرق سريع عنده فما شاء الله دائما يكون نشيط. طب حلو. يعني هذا الشخص يعني تقريبا المدة اللي تتراوح فيها قداش يقعد في النادي؟ هو على حسب لياقته يعني. الحين نشوف فيهم دول اللي يجروا تلاقيه يجري 4-5 مرات في مضمار ما شاء الله مره كبير او السباحه رايح راجع فهي على حسب لياقته يعني. حلو. بس لازم يعلي لياقته، كل ما يعلي لياقته كل ما اداؤه صار افضل عنده قدره اكثر. جميل. حلو. هذه بالنسبه للنوع الاول اللي هو الاكتومورف. طب بالنسبه للنوع الثاني حيكون اللي هو الاوتيب اللي هو الاندومورف.
طبعا هذا النوع يعتبر شويه مضطهد في المجتمع، لانه يكون من النوع المتين. النوع المتين اللي يكون عظمه عريض، طبعا يكون وصف شكل الجسم يكون تكوين عظمي، العظم عنده كبير، العظمة عريضة وكثافتها كثيرة، وعندك الأكتاف تكون وأطرافه كبيرة، يعني أكتافه وأطراف يده ورجله كبيرة تكون، وعنده كتلة عضلية ودهنية عالية جدا، وممكن الدهنية تكون أكثر من العضلية. أيوة. من العضلية. أيوة. دهنية ممكن، يعني جسمه يعتبر خصره نفس مقاس أكتافه. أيوة. هذا نوع اللي هو يسموه إندومورف. تقريبا انا كنت حقول تشبيه ثاني خلاص. طبعا السبب العلمي اللي هو الجهاز العصبي الباراسيمباوي. طبعا هذا اللي هو متحكم الاساسي بالجسم. اشرح لك هو كمان ايش يعني. طبعا هذا غير اللي فات، تقولي ده كمان. طيب الحرق عنده تمثيل غذائي يكون جدا ضعيف، جدا ضعيف. ايوه. والجسم عنده دائما بيحول الكالوريز الزياده اللي بياكلها الى فات في الجسم. طبعا النظام الأكل اللي لازم يتبعه يكون نظام كارب منخفض، متوسط البروتين والدهون. الوجبة اللي لازم يأكلها في اليوم زي ما قلنا شرحنا في النوع الأول، نسبة الكارب لازم تكون في الصحن بنسبة 25%. حلو. وعندك البروتين لازم يكون عالي بنسبة 40%، والدهون تكون بنسبة 35%. هنا نوضح فكرة بالنسبة لموضوع الكارب، مو معناها هو قلل في الكارب أو طلع في الكارب يعني أثر عليه من ناحية العضل، العضل بيأثر عليه من ناحية البروتين. البروتين. أيوه. عشان كده إحنا لما بالضبط. إحنا منزود في البروتين ونملأ في البروتين إحنا عشان نوازي الكتلة العضلية. بس في هذا النوع تحديداً أنتوا بتحاولوا قد ما تقدروا توازنوا الموضوع. إحنا منوازن عشان إحنا هو بناء على، شوفي هي بتنقاس على طوله وزنه الحاجات، هل هو مثلاً سريع عملية ليض قلة عملية، بتنقاس على حاجات كثير. بس هذا بشكل عام، لكن إحنا لما نيجي نقيس على موضوع الكربوهيدرات مثلاً، في ناس تخاف حتى من الكربوهيدرات، يقول ليه كيف أدخل وجبة كربوهيدرات؟ وفي ناس تقطع تماماً الكربوهيدرات. أيوه هذه مشكلة برضه. صحيح. هذه جدا مشكلة. هذا غلط. هذا غلط. صحيح. هذا غلط. طيب طريقة التمرين لازم تكون، طبعا الكارديو هذا شيء أساسي في يوم، ولازم يكون يمارسه من 5 إلى 6 أيام في الأسبوع لازم. الأوزان تكون عالية وتكرارات عالية، وأوقات الراحة بين التمارين تكون قليلة عشان إيش يحرق زيادة. لو لاحظت إحنا بنتكلم على موضوع مهم جدا، بحيث إنه في تفرقة بين التمارين، في تفرقة بين الأكل، وفي تفرقة بين الحاجات اللي هو بيستخدمها كمكملات أو غيره. بس هي هنا الفكرة اللي إحنا بنوضحها، لأنه مو أي شخص يدخل النادي يشوف صاحبه وش بيسوي يسوي زيه. بالضبط. ممكن يكون في فرق. أبعلق على هذا الموضوع، لأنه تحديدا إحنا ما نقدر نقول إنه الكل ما عنده ثقافة، بس كثير ما عندهم ثقافة موضوع إنه ما يختار التمارين والأكل المناسب لجسمه. بالضبط. أيوة. يعني بيجينا أحيانا أشخاص بيتكلم معنا، أنا صاحبي أخذ حاجة فلازم أنا. طب هو ممكن يكون جسمه متكون مختلف. غير مختلف جدا تماما، أو التمارين اللي هو بيسويها غير. حلو. فهنا لازم إحنا نتطرق في هذا الموضوع، بحيث إنه كل شخص أو لكل هذا له مكان وله زمان وله حاجة هو يسويها. ما ينفع تسوي زي أي شخص تاني. صحيح. مو كل الناس اللي بيدخلوا النادي المكان اللي أنت بتشوفه هذا مو كلهم بيلعبوا نفس التمارين. أكيد. كل شخص لازم يكون له تمرين معين. صحيح. صحيح. طيب الرياضة اللي تناسب نوع الجسم اللي هو الإندومورف الأو تيب، يفضل تكون رياضة صعبة زي الرفع الأثقال. طبعا رفع الأثقال غير كمال الأجسام، الناس بتحسبها واحد. رفع الأثقال اللي هي تكون يكون رباع كابتن إبراهيم، اللي هو تقريبا اللي يشيل سكوات. أيوة. زي ديد ليفت والحاجات هذه اللي نشوفها احنا، بيكون حتى في مسابقات كده بيكون اوزان ثقيله. صحيح. لو بتشوفهم حتى تكوين جسمهم بيكون غير. اقوى رجل في العالم. أيوة. هم هذول. أيوة. اللي بيكون ما يكون جسمه عضل. ما يكون جسمه عضل، يعني جسمه مرسوم بس مليان، عنده قوه تحمل جدا عاليه. في ناس بيكون جسمه مرسوم على حسب هو البادي تايب اللي هو يحبه او مو. صحيح. وفي ناس لا. بس الاغلب بيكون لا، لانه هو مثلا تلاقيه قال لي يسحب لك تريلا مثلا، ولا يشيل لك 4-5 كفرات. بالضبط. يكون خارق بزياده. ايوه. هو مو خارق بس يعني بالنسبه لنا ضعيفين. الحين على فكره بداوا هم يشيلوا نسبه الفات اللي هم الاندومورف برا، يشيل نسبه في الفات ويحاول يبني عضل على كتله جسمه الكبيره. ايوه بالضبط. ايوه. يعني عشان كده تلاقيه بيجر طياره، بيجر شاحنه، بيجر. ايوه. بتفاجئ يصير هولك. صحيح. طيب حلو، نكمل. طيب اخر نوع. النوع الثالث اللي هو الميزومورف. طبعا هذا النوع ما شاء الله تبارك الله من الانواع المحظوظه.
يجيك جسم رياضي بالفطرة يعني ما شاء الله هو تركيز جسمه الجينات عنده إيه؟ تكون ما شاء الله جسمه رياضي ما شاء الله أيوة بدون حتى ممكن ما يكون يمارس أي رياضة بس يكون الجسم مرتب عنده التكوين العظمي عنده متناسب وهذا أكثر واحد نحسده إحنا الرياضيين أيوة. صراحة هذا غير أنتم وهذا على فكرة نسبة قليلة بالعالم إحنا يعني. عامة الشعب نحسد الأول تحسد الأول إحنا نحسد الثالث عشان ما نقدر نأكل وإحنا عشان بنأكل كثير ونلعب كثير وما بنقدر نوصل اللي هو هو بحاجات بسيطة ومن غير حاجات أصلاً بتلاقي الجينات حقه ما شاء الله بتلاقي هذه الأمثلة كثير موجودة لا 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 هذه هي هذه النقطة إنه جداً جداً نادرة نادرة يعني كل 100 تقريبا 4-5 أيوة. ما شاء الله ايوه فبتلاقي يعني ايوه حتى لو بيطلع بطولات ولا شيء في الستيج صعب انك تميز بينهم بس انه بيكون في شخص ما شاء الله بيكون مميز ومن عمره صغير بيبان ده الشيء يعني مو انه مثلا الكلام ده هو كبير لا تلاقيه من عمره 14 سنه بالضبط. 12 سنه جسمه عنده سكس باك وجسمه مرتب وكل حاجه حلو جميل طيب التكوين العظمي يكون عنده متناسق يعني الخصر مساحة الخصر مع الأكتاف نفس مساحة خصره مع رجوله أيوة عندك بتكون أكتافه عريضة وخصره ضيق يكون على شكل حرف V بالإنجليش يعني زي الرياضيين اللي ما بيكونوا بالضبط بالضبط بس هو بيكون رباني يعني سبحان الله جميل نتعب عشان نطلع العضلات دي هو ما شاء الله عليه السبب العلمي يكون عنده التستوستيرون والجروث هرمون اللي هو هرمون النمو مسيطرين على الجسم اوفر ما شاء الله شادين حالهم يعني ايوه شادين أيوة حالهم طبعا التغذيه نسبه العناصر الغذائيه اللي لازم ياكلها في اليوم 40% تكون كارب 30% بروتين 30% فات التمارين بالنسبه لهذا النوع خاصه واللي نوع جسمه ميزومورف طبعا ممكن ما تكون عارف نوع جسمك كذا بس لنوع جسمه ميزومورف اللي هو الفي تيب يحاول قد ما يقدر يسوي شوك للعضلة في التمرين دائما كل أسبوع يحاول يغير روتين تمرينه مرة دروب ست مرة هايبر ست مرة سوبر ست أشرحها عشان مين أسمع شوك العضلة بحيث أنه يفاجئ العضلة في التمرين يفاجئ العضلة أوكي هذه فهمتها صراحة أوكي الدروب ست يعني مثلا يلعب تمرينين ورا بعض اوكي او تريبل ست اللي هو يلعب ثلاث تمارين ورا بعض فخلاص وثلاث تمارين مختلفه مو شرط انه نفس التمرين نفس التمرين يعني مو ممكن ثلاث تمارين مختلفه وممكن التمرينين يكونوا عكس بعض ممكن يلعب مثلا عضله الظهر وعضله صدر مو يعني عادي بيسوي شكل العضلات يفاجئها اذا هو جاهز اكيد يعني حيكون طب حلو اذا عندنا كمان نقطه نستقبلها بس عندنا اتصال عشان ما نبغى اي سنه كثير على الهواء ابو هذلول مساء الخير حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا فيك تفضل الله يسعدكم جميع ان شاء الله ويسعدك ان شاء الله يا ابو هذلول تفضل بسالك يا مختص دكتور الله يعافيك كابتن كباتن كباتن ما فيش ولا دكتور هنا تفضل مشتقات الجبن واضرار الله يسعدك الجبن تحديدا ايش اضراره يعني في حال الواحد اكثر من اكله وانا عندي اذا اكلت باستمرار اسمن واذا ما اكلت انحف يعني هي السبب الرئيسي هو النوع الاول شكل جسمه اللي هو طب تقدر تقول لنا كم وزنك كم طولك يا ريت والله قبل تقريبا 3 شهور يوم وقفت اكل بس خضروات الى 91 الآن رجعت انتكست انتكاسة كبيرة الآن 110 أو 113 وطولك؟ طولي 170 170 ونسبة الفات؟ أها لبيه ما أسمعك نسبة الدهون. الدهون نسبة الدهون الدهون مدام أنا أسألك عن الجبن فإنها 90 كلها دهون كلها دهون؟ يعني تقريبا فوق 30 أكثر يمكن والله ما شاء الله فطور غدا عشاء ما شاء الله ما شاء الله ايوه عليك هو شكله نوع اللي يحب سمويه كثير عشان املاح طيب معليش ممكن سؤال استاذ هذلول ابو هذلول طيب الان انت الجبن عندك وجبه اساسيه في يومك والله ممكن نسبه 80% صحيح طيب شوف انا حقول لك على حاجه راح تخليك تاكل جبنه بس بنفس الوقت يكون الفات اللي فيها قليل وتقدر تفيدك نورني الله يسعدك طيب في نوع جبن ينباع في اي سوبر ماركت اسمه جبن قريش اللي موجود متواجد في مصر اكثر شيء جبن قريش او جريش يسموه
طبعا هذا نوع الجبن الفات فيه جدا قليل، ممكن 1 جرام، البروتين فيه جدا عالي، والصوديوم فيه والأملاح جدا قليلة. فأنت لو ما تقدر تستغني عن الجبن في وجباتك، ممكن تضيف هذا النوع لوجباتك اليومية. يعني حلو الواحد أحيانا يعرف ينتقي إيش الأشياء، يعني إذا في حال أنا أحب الجبن. بالزبط. أنا من الناس اللي أحب الجبن على فكرة. أيوه. بس أحيانا بس مو مبالغ فيه طبعا زي أبو هدنول، بس يعني الواحد ينتقي الأنواع اللي ممكن ما يكون. أيوه. شوف الدهون كل حاجة عالية. لكل حاجة بديل صحي. أكيد. هذا شيء، هذه قاعدة أساسية. بالزبط. عندنا حتى الحلويات، حتى الحلويات هو أي شيء كمية معتدلة. كل شيء، كل شيء عندنا بديل صحي. أنا بسوي يعني بسوي كيك بالبروتين وبالحاجات الصحية عادي. وأكلها وزيرو فات، ما فيها سكر، ما فيها دهون، واستمتع باكلها. وكل حاجة بانكيك، كل حاجة لها عندنا بديل صحي. جميل. أكيد مستمعينا رح نكون مكملين معاكم أكيد وفي تواصلنا أيضا، لكن فاصل وراجعين. خليك وحش. مستمرين معكم مستمعينا في خليك وحش. في هذا الجزء من الحلقة رح نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم لكابتن إبراهيم وكابتن ماهر على 0121-61-61-100-0112-17-85-85، أو تتواصل معنا عبر الاسمس STC85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. طيب حلو، بما أنه تكلمنا عن أنواع الأجسام وإيش كل جسم يحتاج من التمارين والغذاء وكيف هو أساس التمثيل الغذائي، خلينا نتكلم عن موضوع البطولات بالنسبة للشباب. بالنسبة أنه البرنامج اسمه خليك وحش، الشيء يعني اللي كل مين يبغى يخش فيه بس ما عارف كيف، مو عارف كيف يدخلوا بطريقة غلط، انهم بيبالغوا مثلا في الموضوع، في حاجات مبالغه جدا في حاجات. طب خلينا نتكلم بالموضوع بالتفصيل. اول شيء خلينا نتكلم عن موضوع انه كيف الشخص ممكن يجهز للبطولات في حال كان حاب. بس قبل في اتصالات خلينا ناخذ الاول. نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ معك علاء. علاء، يلا يا علاء تفضل. اتفضل. كنت حابب بس كابتن ماهر يتكلم عن يعني طريقة التنشيف، الفرق ما بين التنشيف والفرق ما بين التضخيم في التمرين، يعني ايه الفرق في التمرين؟ طبعا بخلاف طريقة الاكل وكذا، بس التمرين بيفرق في ايه بس؟ حلو، هذا سؤالك اخوي. مظبوط، يعطيك الف عافيه. حناخذ الاتصالات، ايش رايكم ناخذ الاسئله مره واحده ونجاوب عليها. نجاوب عليها. ممتاز. طيب هذا كان الاستفسار من الأخ علاء. أيه. طب اتصال ثاني من الأخ أبو نايف. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا تفضل. مساء الخير. مساء الورد. الله يرضى عليك. بس أبي أسأل الكباتن إذا ممكن. تفضل. طبيعة الجسم عندي، طبعا أنا كان وزني تقريبا 114، وفضل من الله الحمد لله يعني جت فترة وصريت اني انقص الوزن، ونقص تقريبا الحمد لله كيلو بالرياضة والحمية تقريبا 30 كيلو، وصل وزني الى 86. الان 86 يعني قبل فترة كان هذا. والان بعد فترة يعني بطلت يعني الرياضة وبطلت بعض الامور ورجعت حميات غذائية، مو يعني ما هي حمية صحية كثير، ورجع وزني الى 99 الان. ضليت فترة ألعب رياضة كذا بس الوزن ثابت ما نزل عن 99. أنا عندي مشكلة في الأملاح، فيا ليت بس يتحدثون الكباتن عن مشكلة الأملاح في الوزن وعن كيفية يعني أرجع وزني السابق. أبشر أبشر. مالك. شكرا لك يا أبو نايف، يعطيك ألف عافية. كمان اتصال من الأخ محمد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أختي سامية. مساء الورد تفضل. سؤالي لكباتنا، أبغى الفرق بين الخبز الأسمر والخبز الأبيض وأيهما أفضل؟ هذا واحد، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرت الجبن الريش. في كلمة تميل الجبنة إلى الملح، ملوحاتها يعني هي أفضل وأقل، هل هي أقل دهون؟ وما يسمى بالفيتا، جبنة فيتا وكذا. فهمت. السؤال الثاني، أنا وزني 71 تقريبا وطولي 166، هل الوزن مناسب؟
طيب. ومع ذلك تراي أكثر من شرب الموية أنا. تشرب كثير موية؟ أيوة. طيب بالعافية، يعطيك ألف عافية أخوي، شكرا. اتصال ثاني، الأخ أحمد. مساء الخير. هلا والله. كيف حالكم؟ ماشي الحال يا احمد، تفضل. بالله بس عندي سؤال. تفضل. انا من النوع اللي دائما اسجل بالنادي او بالجيم، يعني ما استمر، يعني ما عندك استمراريه مشكله الشعب هذا. ايوه ما عندي هدف في بالي اني يخليني استمر او شيء. وانا صراحه حابب اني استمر وحابب اني اضبط جسمي، بس ماني عارف ايش ممكن احط في بالي او احط هدف ممكن بالنسبه للشباب اللي هو يخلي دافع اني استمر في بشكل عام. حلو، الاستمراريه تحديدا، النصائح ممكن تقريبا زي كذا ممكن تفيدك. في سؤال، انا بالنسبه لجسمي طبعا وزني 70 وطولي 174، بس عندي كرش فيه، يعني هي دهون مو كرش مره، وسط تقريبا. انا هذا الشكل ما حابب يكون موجود. دهون على البطن تحديدا؟ ايوه تقريبا، ايوه بس الدهون على البطن، اما باقي جسمي ما عليه دهون ابدا. بس التمرين اللي ممكن يفيد هذا المنطقه بالذات ايش هو؟ تحياتي لك اخوي، شكرا لك. كمان اتصال، الاخ محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. مساء الخير. مساء الورد يا محمد، تفضل. ايوه انا عندي بس كذا استفسار، انا العب فنون قتاليه، يعني نوع من انواع الرياضات في الفنون القتاليه. حلو. بس وزني 55 وطولي 160، فحابب اسال الكباتن يعني لو كيف ازيد وزني او ايش نوع ايش نوع الفنون القتاليه تلعب؟ اخوي معانا. ايوه ايش نوع الفنون القتاليه تحديدا؟ انا كيك بوكسينج وام ام اي. اوكي طيب، تحياتي لك اخوي، شكرا. وكمان اتصال من الاخ عمر. مساء الخير. مساء النور كابتن ماهر، كابتن ابراهيم، شكرا لكم على هذا البرنامج الحلو. انا عندي بس استفسار بسيط. تفضل. بالنسبه الان اللي عندهم الجسم اللي هو كميه الحرق فيه جدا عاليه، هل ينفع ناخذ كربوهيدرات في الليل قبل ما انام؟ بما انه الليل عمليه الايض بتكون ابطا، هل حتفيدني هل حيفيد الموضوع هذا بزياده وزني ولا كيف؟ طيب شكرا لك يا عمرو، يعطيك العافيه. طيب حلو، نرجع مرة ثانية للاستفسارات من جديد. كان معانا أول استفسار من الأخ علاء، يقول الفرق بين التنشيف والتضخيم تحديدا. تفضل. التنشيف في التمرين يكون، هو قصده في التمرين مو في الأكل. بالضبط. يعني هو مظبط أكله أوريدي. هو بيقول لك أنا فرق بين التنشيف. لا هي مربوطة ببعض، أنا ما أقدر أفصلها. هو يبقى في التمرين. يعني طيب أوكي، أنا هقول له على التمرين وهقول له على الأكل. بالنسبة للتنشيف لازم يكون الكالوري انتيك عندك، السعرات الحرارية اللي بتدخلها في الجسم أقل من مجهودك اليومي. يعني مثلا أنت في اليوم بتحرق 2000 كالوريز، المفروض تأكل 1500 مثال، مش المفروض يعني هو يأكل مثال. بالنسبة للتضخيم لازم الكالوريز عندك يكون أعلى من مجهودك اليومي. طبعا المجهود اليومي يعني بنحسب طول اليوم مش بس في التمرين، كان بيشتغل شغل مجهد او بيطلع وبيمشي على طول وبيروح وبيدخل وهذا، فلازم يرفع الكالوريز مره عشان يسوي بالكينج تضخيم. هذا جواب. طبعا الاثنين مربوطين في بعض، ما يقدر. ايوه اكيد، بس ايوه ما حقدر اجاوبه حسب مجهود اليومي. الفرق بين العامل واللي يجلس في المكتب فرق مره كبير. اكيد طبعًا. التنشيف لازم يسوي كارديو اكثر. طب حلو، هذا كان بالنسبة لاستفسار الأخ علاء. كمان استفسار من الأخ أبو نايف، كان تحديدا عن الأملاح في الوزن، كيف ممكن يتخلص منها؟ هو لازم يقلل الأملاح، وبيتكلم عن جبنة فيتا، وإذا كان جبنة إيش لا هذاك استفسار ثاني. طيب أوكي طيب. هو بشكل عام الأملاح لازم يقلل الأملاح، لازم يقلل الأملاح في الأكل. نسبة الأملاح نفسها المفروض إنه يقلل، حتى الموية اللي فيها صوديوم لازم المفروض إنه هو يقلل. ينتبه على الموضوع. بالضبط. في كثير من الصراحة ما تعرف لموضوع الموية، يعني تلاقيها ما تنتبه أو تطنش الموضوع. أكيد، وما هو يقرأ. طيب هو المكتوب إيش الإفكت أو النشر الفاكتس حقها مكتوب. وفي ورق. حال كان الأملاح عنده زايدة يفضل إنه هو يفضل يشرب موية. ايوه طبعا اكيد. ايوه طبعا اكيد، بس انه زي ما قلت لك انتبه من ناحيه الاملاح، من ناحيه الصوديوم، حتى في الاكل، لانه صار احنا عندنا 90% من اكلنا وفي المويه في كل وقت
يحبوا الملح يا فياكلوا ملح بيتزا. طب انا من الناس اللي مره احب الملح ومره موضوع صعب بالنسبه لي اني اقلل نسبه الملح في الاكل. ايش الشيء اللي ممكن يعني ماني عارفه في ملح بالتدريج مثلا ابدا اخفف الموضوع عشان لا احس فيه؟ ممكن عادي زي الناس اللي بيطلع بطولات برضو بيقللوا الحاجات السكر والحاجات تدريجيا لانه لو وقفها حيتجنن. ما حصل النادي في حياتي لو وقفتها. طيب هو تدريجيا يبدا الموضوع او في يعني لو رحت للسوبر ماركت كبير ولا حاجه حتلاقي في حاجات يعني خاصة. ايوه صحية وخاصة بحيث انه ما تمسك مويه. جميل. كمان استفسار كان من الاخ محمد كان عنده ثلاثة استفسارات. اول واحد الخبز الاسمر والابيض ايش الاحسن او ايش الفرق بينهم؟ ما في فرق بينهم بس واحد ينهضم في ساعتين واحد ينهضم في ساعة. يعني مين اللي ينهضم في ساعتين؟ الاسمر. اها هو ليه يقول لك الاسمر صحي؟ العيش الاسمر لانه انت الجسم بيستهلك كالوريز عشان يهضمه. يبغى له وقت يبغى له مجهود. حلو. العيش الابيض سريع الهضم. هذا الفرق بينهم بس كلهم يفضل يعني التخفيف منهم بشكل عام. حلو. وبالنسبة لاستفسار موضوع الجبنة هذا تحديدا كان من الأخ محمد انه جبنة هل المفروض انه ذكر موضوع جبنة بيتا وجبنة القريش اللي تكلمت عنها كابتن ايضا. شوف هي في النهاية احنا زي ما اتفقنا حتى في الجبنة هو يطالع على النشر انفاكت حقها اذا كان فيها ملح عالي راح تضره اذا كان فيها ملح اقل راح تضره برضو كمان من ناحية الفات من ناحية كل دحين كل المنتجات صار مكتوب عليها نشر انفاكت مكتوب عليها الحاجات الصحيحة حقتها. حلو. ولو مرة ما عرف لو اخذ مثلا ممكن يراجع مواقع مشهوره في النت من ناحيه الصحه يكونوا كاتبين مثلا الوزن 100 جرام في كذا الوزن 200 جرام بالزبط. في كذا لانه معليش تعقيب حتى لو اخذ ملح زياده ولو اخذ ملح ناقص هي نفس الايفكت على الجسم لازم يكون في مستوى معين. يا سلام املاح تكون بس هو عنده الاملاح عاليه عنده الاملاح عاليه. ايوه. طب حلو. قبل أن نكمل الاستفسارات هنا في على اس ام اس استفسار يقول هل عمل كارديو على جهاز الاوبتيكال يغني عن المشي لحرق الدهون وهل ممكن أكتفي 3 أيام مقاومة على أجهزة الشامل فقط علما أن طولي 186 ووزني 103 نسبة الدهون 27 قبل ما أعلق الموضوع ده وقبل ما أعلق نرجع للنقطة اللي هو إيش هدفه الحين هو رمى سؤال بس إحنا ما عارفين إيش هدفه. هل هو يبني عضل؟ هل هو بيخسر دهون؟ هل هو إيش يعني هدف؟ هو ذكر لك نسبة الدهون فأنا أرجح موضوع إنه هو بيخسر ممكن أنا دحين شوفي أنا ما حدي يعني شيء خاص بس هقول له شيء جنرال يفضل انه يسوي كارديو على الريق هذه افضل وسيله لو كان بالتارجت عنده ينزل فات يسوي كارديو على الريق واذا ما كان عنده قدره يعني في ناس تدوخ في ناس كذا يخفف ويزود مع الايام يعني مره ربع ساعه واليوم اللي بعده نص ساعه اليوم اللي بعده هيبدا جسمه يتعود حلو. طيب ايضا في كان استفسار من الاخ محمد اللي بيلعب فنون قتاليه وزنه 55 طوله 160 كيف ممكن يزيد من وزنه؟ على فكره الفنون القتاليه المفروض ما يزيد وزنه والمفروض يكون في فات لازم يكون سريع ولازم يكون في فات شويه لانه هو بينضرب لانه هو اصلا بينزل فئته بتنزل بالوزن يعني هو وزنه 55 اللاعب اللي حينزل معاه وزنه 55 يعني مو لازم يرفع الا اذا كان بيغير الكاتيجوري عنده مثلا بيطلع من 50 ل 60 وقتها بيرفع الكالوريز عنده في الأكل. حلو. استفسار الأخ أحمد كان عنده مشكلة في الاستمرارية وأنت قلت إنه هذه مشكلة الشعب. الشعب إنه صحيح إنه الواحد بيكون في الحماس في البداية بزيادة يروح أول يومين بعدين يطنش. ما هو لازم يحط هدف قدامه ولازم يحط تارجت قدامه لازم يشوف لاعب زي كابتن ماهر لما شاء الله لما طلع الستيج يقول أنا بكون قدوة يشوف إكستريم تيم يقول أنا بكون معهم نفس الفكرة يعني. يكون عنده يعني طموح بالضبط هو لازم زي كده لازم يكون عنده طموح عشان يتحمس إنه يسوي شيء أو ممكن البيئة حقته تتغير أصحابه يروح يتعرف على ناس صحيين رياضيين عشان يكون معاهم بجدولهم بأكلهم بناديهم بكل حاجة. حلو. هو كمان ذكر انه وزنه 70 وطوله 174 لكن عنده تحديدا دهون على البطن اتوقع الرجال اكثرهم يعانوا من الحزام الدهني هذا اذا كان نحيف لا اقطع كلامك تفضل اذا كان نحيف وعنده دهون عند البطن هذا يكون خلل في الهرمونات في الجسم سببها الاكل الغير الصحي والحياه الغير صحيه يعني النوم متاخر السهر كثير التدخين اللايف ستايل غير صحي لانه النحيف وعنده فات منطقه البطن هذه ترى مشكله كبيره. حلو جميل. أيوه. راح نكمل اكيد مستمعينا معاكم لكن نطلع فاصل اخير وراجعين خليكم على السماع. خليك وحش تمت.
مستمرين معكم مستمعين أكيد خليك وحش. وفعلا هذه آخر 10 دقائق، فأي أحد عنده سؤال أو استفسار يتواصل معنا على 012-61-61-100 012-1-27-85-85. عندنا استفسار أو اتصال من الأخ يوسف. مساء الخير. يا هلا والله. مساء النور. يا هلا والله. كيف حالك طيب إن شاء الله؟ شبارك تمام. أهلا وسهلا. تقول حبيبي كيف حالك طيب إن شاء الله؟ هلا حبيبي حياك تفضل. الله ما شاء الله يا حبيبي الدكتور. انا والله طولي حبيبي 170 وزني والله وزني 75 عندي بصراحه يعني اكرش شوي طالع. ما ادري والله هل انه هل مثلا علاج طبيعي او مثلا فيتامينات او مثلا حبوب شيء يعني يخفف شوي من هذا القرش؟ لا هو الرياضه هي اهم. هو الرياضه والاكل وترتيب الاكل هو اللي حيظبط لك القرش، غير كذا ما في فيتامينات. ما هو موضوع مو سحر ترى، هو موضوع لايف ستايل، حياه صحيه بس لا اكثر ولا اقل. حلو. اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مرحبا. يا هلا وسهلا. مين معي من وين؟ محمد كريديه من جدة عم بحكي. يا هلا فيك يا محمد. هلا ابو احمد. اهلين كيفك؟ اهلين ابو احمد. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. انا اتصلت بس حاب اشكره للكوتش ماهر لانه انا تدربت تحت ايده بحدود الخمس اشهر. ما شاء الله. كنت العب الدرب 4 سنين بس الخمس اشهر اللي تدربتها تحت ايده كنت كتير كتير استفدت انا فعلا، فانا حبيت كمان اشكره على الهواء يعني. حبيبي ابو احمد هذا مجهودك صراحه، لولا مجهودك يعني ما كان تحسنت. لا بامانه انا استفدت كتير بعد ما استفدت من خبرتك وتدريبك وكل شيء. شكرا لك اخوي محمد وشكرا على المشاركة الجميلة هذه. كابتن ماهر واضح انك مبدع ما شاء الله. ما شاء الله عليه. كمان اتصال من الاخ زياد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الورد. كيف حالك يا كابتن؟ عشان ما اطول حياك الله. الله يعافيك. انا طولي 174 و66. طبعا انا زي مشكلة الشعب السعودي، ادخل نادي اشترك اشرح النادي اطلع منه ولا اكمل. لكن الان من شهرين انتظمت على اساس انه انا يعني ابغى، طبعا قالوا لي انت سكيني بس انك عندك شويه فات، فالان كتله العضل عندي تحسنت 1.5 كيلو والفات عندي نقص 1.5 كيلو. فالان موضوع الحلى والاكل لانه يعني انا الان اواجه اغراض كبيره، انا تقريبا وفي مفتوح موجود قدامي، وش نوعيه الاكل اللي المفروض اركز عليها ونوعيه التمارين؟ لان انا قاعد ابني جسم متناسق. وداوت اني طبعا سواء كانت سبلاي ولا شيء اديشنال سبلاي، لانه انا ممكن اقطع في اي فتره في جسم متناسق، لكن عندي اللي هي موضوع الكرشه ذي البسيطه. انت قبل شيء علقت عليها بانها خطيره، لكن انا انسان اتحرك كثير واشرب شفتات واسهر واشرب قهوه وادخن، فودي بشيء مفيد لي خلال الفتره هذه. طيب استاذ زياد بس ممكن يعني سؤال لو سمحت؟ ممكن سؤال؟ طبعا. الان انت المشكله اللي عندك انك انت بتداوم في مكان فيه بوفيه مفتوح وما انت عارف ايش تاكل ولا انا ما فهمت؟ نوعيه الاكل انا الان وقفت المشروبات الغازيه ووقفت انواع كثير من الحلى، ركز كثير على البروتين اللي هو اكل اللي فيه البروتين عالي سواء لحوم بيض اشياء زي كذا بالضبط، كفواكه اتمرن طبعا اسوي على ابتكال 10 دقائق وادخل صاله الحديد اسوي طبعا المجهود اللي اقدر اسويه فكمل وامشي. هل الان المفروض انه ابنى؟ طبعا انا ما راح ابني عضل كبير لكن ابغى جسم متناسق. الايم حقي اللي هو جسم بروسلي مقسم لكنه سكيني. حلو. طيب يعطيك الف عافيه اخوي شكرا لك. طيب ناخذ اتصال ثاني. اوكي الو مساء الخير. طبعا في كمان استفسار من الاخ عمرو حنجاوب كل الاستفسارات مع بعض. طيب تفضل. الو مساء الخير. اخ نادر معانا. طيب ايوه معك. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا رب. طبعا انا كان وزني من اول 146 والله الحمد والمنه مع استمرار في الرياضه حاليا وزني 86 ما شاء الله ونسبه الدهون عندي 16% اخر تحليل سويته قبل اسبوع تقريبا. لكن عندي مشكله معينه. انا امنيتي او الهدف حقي ان انا اشارك في بطولات. حلو. لسه هذا النقطه كنا نتكلم عنها. ايوه لكن الحين والله الحمد يعني جاهز للبطوله بدون ممكن الكباتن يعرفون بدون هرمونات بدون اي شيء والله الحمد طبيعي يعني.
لكن عندنا بعد ما نزلت الوزن عندي أسفل البطن صار عندي جلد زايد ترهل. أيوة ترهل وتعبت في مشكلته تعبت موية. هو نسبته كبيرة الترهل؟ والله بعد في نسبة يعني مو بسيطة يعني اللي العائق حاليا إن أنا أشارك في البطولة. أها طيب بسيطة ما أدري هم قالوا لي حل يعني كثير كبات اللي شرفوا علي قالوا لي حل انك يعني تسوي عملية جراحية او زي كذا. هذا في حال هو زائد يعني نسبة كبيرة جدا. طيب تحياتي لك اخوي يعطيك الف عافية. تفضلوا كباتن لو احد حاب يجاوب. طيب على استفسار طيب على هو مشكلة على البطولة هو قصده يبي يشارك في البطولة وعنده مشكلة هذه الترهل تحديدا فهل في تمارين معينة ممكن تساعده على انه يشد هذه المنطقة اللي هي اسفل البطن؟ هو اذا كانت مره زايده فاحنا زي ما اتفقنا بس خلينا نتكلم لانه هو نزل وزن ما شاء الله من بالضبط دوبي كنت بقول من 146 ل 86 بسرعه فكل جسم حيترهل مو بس هذه المنطقه صحيح فهي هنا الفكره ممكن يشد جسمه بالعضلات نبدا نشوف اذا كانت مشكله بسيطه تنحل ممكن مع التمارين ومع شويه حاجات تزبط الامور. طيب. بالنسبه للبطولات ممكن يرجع الاكستريم تيم عندنا في الجيم حق بادي بار ونوريه كيف اول بطوله يشارك فيها ان شاء الله. ان شاء الله حلو. اتصال كمان من الاخ حسن. مساء الخير. الو الو يا هلا فيك تفضل. يا هلا والله حياكم. الله يحييك. الله يحييك حبيبي. يا حبيبي بس كان عندي استفسار لي 3 سنوات كنت بلعب حديد وكارديو ووزني كان 89 وصل 82 ووقف عليه. وقاطع فتره لي الحين يمكن 4-5 شهور ما لعبت. وما برا ارجع العب مره ثانيه والوزن ما راضي ينزل عندي الوزن ينزل بالموت مسكت دايت مسكت حميه سويت جميع انواع الدايتات بس ما الوزن ثابت نهائيا ما راضي ينزل يعني عندك ثبات الجسم حلو بس ما منطقه الكرش شوي مليانه يعني باقي الجسم تناسب فيه حديد نسبه الدهون تقريبا قبل شهر كان 27% تقريبا يعني 27 اي نعم اوكي تحياتي لك اخوي شكرا تفضل كابتن. طيب الان سبب وقوف الوزن انك انت الجسم تعود على الدايت تمام فلازم تكسر الروتين اللي تعود عليه الجسم التشيت ميل اللي هي الوجبه المفتوحه اللي هي تاخذها مره واحده في الاسبوع وجبه واحده تكون يا غدا يا عشاء هذه حتكسر لك ان شاء الله الروتين حق الجسم لانه لو الجسم وقف ينزل في الوزن او ينزل فات فيكون صح. تعود على الدايت فلازم تسوي له شوك لازم تصدم الجسم عشان يبدا يحرق حتى في النقطه اللي تكلمنا عنها اولى انه هو في التمرين لازم نسوي له شوك عشان يقدر يبدا العضله اللي ما تحركت تبدا تتحرك من جديد او انه وقفت فاجئها بتمرين جديد فهو لازم كذا يغير بالضبط حلو في استفسار كامل اخ عمرو ايضا عن موضوع فضلي. الجسم الاكتومورف موضوع الكربوهيدرات تحديدا ايوه اللي ياكلها قبل النوم صح ايوه هل تاثر عليه قبل النوم قبل النوم إذا مخلص الكالوريز حق الكارب إذا مخلصها في اليوم كامل ما ينفع يأكل قبل النوم أيه. يعني مثلا أنا الكوتش اللي عنده مديله 400 جرام كارب في اليوم وأكل 200 وأكل 200 قبل ما ينام عادي أما لو أكل 400 وقبل لا ينام أكل كمان 200 هذه حتتخزن فات فيفضل انه ايش يرتب نسبه الكارب اللي بياكلها في اليوم ويحاول يوزعها على قسم الصحن حقه قسمها ما تاكل 400 مره واحده طب خلينا ناخذ كمان في اتصال صراحه حابه اخذه طيب. الو مساء الخير مساء الخير يا هلا السلام عليكم السلام سلام. على السريع اخوي ابغى اسال كباتن معليش تفضل انا عندي سكر ووزني 88 تقريبا 88 وطولي 1.70 كيف الطريقة هل أقدر أنزل وزني من دون ما أتأثر بسبب السكر؟ طيب تحياتي لك أخوي تفضل كابتن طيب في سؤال قبله ولا ده لا آخر واحد آخر سؤال طيب عندنا. حبيبي بالنسبة للمريض سكر المفروض كنا نعرف السكر من النوع الأول ولا الثاني بس مو مشكلة راح أقول له على الاثنين إذا كان من النوع الأول أو الثاني إن كان عندك سكر أو سكر كاذب لأنه فيه سكر كاذب صحيح بالنسبة للنوع اللي هو عندك لو كان سكر عادي يفضل إنك تروح النادي بس في خطوات لازم تتبعها عشان لا يجيك مشاكل في التمرين
هبوط او يجيك مشاكل بالزبط. لانه مريض السكر دائما يكون عنده اطرافه حساسه فاي لا سمح الله اي تعرق او شيء بيسوي له مشاكل ضغط على صباع معين في رجله في هذا فلازم يكون هنا ضربه في ولازم مريض السكر من اهم الاساسيات يجي مع زميل معاه يتمرن ما ينفع يتمرن لحاله ولازم يجيب معاه حلويات ان كان بيجي هبوط او انسولين يخلي احتياط لا سمح الله صارت اي شاكت ولا حاجه تعال بدي باور عندنا والله حقيقي نحاول نهتم فيك ان شاء الله كباتن يعطيكم الف عافيه الله يعافيك وشكرا للاستضافه الجميله وحب اوجه تحيه لاكستريم تيم اكستريم نوتريشن كلهم اكيد اكيد وكابتن ماهر اللي كان معانا شكرا الله يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا سامي على استضافتك شكرا الله يعطيك العافيه وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله تسلم وان شاء الله واكيد باذن الله يكونوا استفادوا مستمعينا منكم اكيد يا كباتن ويقدروا يرجعوا يسمعوا الحلقه مره ثانيه عن طريق قناتنا في اليوتيوب ALIF ALIF FM راح يتجدد لقائي فيكم باذن الله يوم الاربعاء في خليك وحش في نفس الموعد الساعه 2 الظهر كنت معكم انا سامي البيروتي في امان الله